صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا حي الزوار يا سيدي يا حسين ما خاب والله من تمسك بكم. أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. الله يدمن في كربلاء سفك لم يجري في الأرض حتى أوقف الفلك. وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله. فانتهك يا والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفك حشاك. يا رسول الله يا لا أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا. يا قد أصبح الدين يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين غير الحسين شكا. شل الإله يد شمره ودات على صدر ابن فاطمة يبس في قد بارك. أين المنادي وإماما وحسينا ومظلوما غدات على صدر ابن فاطمة بس
بالسيف قد بارك. ها شرقاش شرقاش المحب ينحب بريج الصبر شرقاش ضرب الكون مظلم مثل شرقاش على صدرك شمر يا حسين شرقاش ابن على وتزلزل السبل عليا يا ابن على وتزلزل السبع يا سبع العلي يا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. على حب سيدنا مولانا أبي عبد الله الحسين أرفع أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لقضاء حوائجنا وحوائجكم ثاني يرحمكم الله. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه ثالثة بأعلى الأصوات. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذه الآية الشريفة فيها صيغة أمر، وصيغة الأمر تدل على الوجوب، ولذا الله تبارك وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهد. والوفاء بالعهد له آثار إيجابية، أن التزم الإنسان بعهده، وإن خالف العهد والعياذ بالله من جانب الحكم الشرعي والفقهي يترتب عليه كفارات وما أشبه، ومن جانب آثار وضعية تارة تصيب الإنسان بسبب عدم التزامه بالعهد. فلذلك دعونا نشرع بتبيان معنى الوفاء بالعهد، ثم نجعل نماذج علمية تاريخية قرآنية متعلقة بعنوان العهد والوفاء بالعهد. أولا، ما هو معنى الوفاء؟ الآية بدأت بكلمة الوفاء وأوفوا الوفاء. ما هو معنى الوفاء؟ الوفاء بمعنى الإخلاص، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للوفاء هو رد الجميل. لاحظ دقق في المعنى اللغوي، الوفاء معناته الإخلاص، يقول فلان مخلص يعني وفي، إنسان يرد الجميل معناتها وفي، عنده وفاء، يحمل صفة الوفاء، وهي صفة الأنبياء والمرسلين وصفة محمد وآله الطاهرين بذكرهم صلوات الله على محمد وآله محمد. العهد، ما هو معنى العهد؟ العهد هو الميثاق. الإنسان يقول أنا عاهدت فلانا،
يعني أخذت ميثاقا على نفسي تجاه هذا الشخص أن أصنع له كذا. فالإمام الرضا عليه السلام في شرح معنى الزيارة للمعصوم يقول سلام الله عليه: إنما الوفاء بالعهد. شنو يقول؟ تجديد الوفاء بالعهد لما تزور المعصوم عليه السلام، كون أنك في ذاك العالم أخذت على نفسك وألزمت نفسك بماذا؟ بولائك لأهل البيت عليهم السلام. فإذا صار عندنا معنى للوفاء اللغوي ومعنى العهد اللغوي، هو أن الإنسان يلزم نفسه ويجعل ميثاقا بينه وبين الآخرين. ما هو معنى الوفاء بالعهد؟ بجملة واحدة، يعني هاتين الكلمتين لو جمعناهم شنو يصير معناتهم؟ لما نقول الوفاء بالعهد، هو المعنى الذي يرمي إلى أنك يجب أن تعطي كل ذي حق حقه، أي تعطي الحق لأصحابه. الوفاء بالعهد يعني إعطاء الحق لأصحابه، أداء الأمانة لأصحابها، هذا معنى الوفاء بالعهد. نحن عندنا نماذج وقضية قرآنية حصلت وتاريخية ذكرها الأنبياء والمرسلون، وذكرها النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وذكرها الإمام الصادق من آل محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هي؟ هي مسألة أبينا آدم مع أمنا حواء. هي مسألة أبينا آدم مع أمنا حواء. في رواية أحضرتها لأن فيها كلام دقيق واقعا، ما أقدر أخذ معنى الرواية. ليش؟ متعلقة بقضية الوفاء، ونستخلص منها جانب أيضا فقهي نطرحه متعلق في هذه المسألة. تقول الرواية: لما خلق الله تبارك وتعالى آدم أبو البشر ونفخ فيه من روحه، خلقه إمام الصادق رواية، إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم من طين وأمر الملائكة فسجدوا له، شنو صار؟ يقول ألقى عليه السبات، نعم آدم نعم، أصابه حالة السبات والنوم من قبل الله عز وجل. يقول ثم ابتدع الله خلقا فأقبل يتحرك، هذا الخلق تحرك، فانتبه آدم لتحريكها فنوديت أن تنحي عن خلق خلقه الله عز وجل. من هي حواء عليه السلام؟ خلق الله آدم، انتبه من سباته، انتبه لخلق إلى جنبه تحرك فنظر إليها، جاء النداء لحواء أن تنحي عن آدم، ابتعدي عنه. فلما نظر إليها آدم أبو البشر شافها، نظر إلى خلق حسن تشبهه ولكنها أنثى، خاطب الله عز وجل سبحانه وتعالى لما نظر وشافها بصورة جميلة تشبهه، غير أنها أنثى تقول الرواية، فكلمها فكلمته بلغته، استأنس آدم، أصابته حالة الأنس أن خلق يشبهه ويتكلم معه بلغته، فقال لها من أنت؟ فقالت أنا خلق، خلقني الله كما ترى. هي حوالي ما تعرف من هي. الله عز وجل لما يخلق الخلق كما في الرواية ذكرناها في أحد الليالي أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه في حديث مفصل
دخل على رسول الله وكان جبرائيل عنده بصورة دحية الكلب. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه من عالم الأنوار خلقه الله مع رسول الله وأهل البيت بروايات من العامة والخاصة موجودة عندنا، ما تأتي بالدليل. فلذلك لما قام لأمير المؤمنين قال لماذا قمت؟ قال يا رسول الله لما خلقني الله سألني من أنت ومن ربك؟ يقول فرأيت هذا الشاب في ذاك العالم بنوره، أقبل إليه قال أنت أنا العبد الذليل وأنت الرب الجليل واسمي جبرائيل. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فآدم يسأل حواء يقول لها، فقال يقول لها من أنت؟ قالت أنا خلق، خلقني الله كما ترى. فقال آدم يا رب من هذا الخلق الحسن؟ من هذا الذي آنسني قربه والنظر إليه؟ يقول أنا أشوفه أستأنس وأشعر أني أحب أن أكون قريب منها. فقال الله عز وجل هذه أمتي حواء، علم اسمها. إيش قال له الله عز وجل الكريم؟ قال له أتحب أن تكون معك يا آدم؟ تحب أن تكون معك فتؤنسك، هذا واحد، وتحدثك، اثنين، وتأتمر لأمرك. انت شو تقول له راح اطيعك؟ أتحب ذلك يا آدم؟ قال نعم يا رب ولك بذلك الحمد والشكر ما بقيت. انزين، فقال الله تبارك وتعالى، الله يخاطب آدم يقول له انت تبيها؟ تحبها؟ تشعر بالقرب منها؟ قال نعم يا رب. فقال الله تبارك وتعالى فاخطبها، اخطبها، فاخطبها إلي فإنها أمتي، اخطبها إلي فإنها أمتي. فقال يا رب اخطبها إلي فما رضاك؟ إذا أنا خطبتها شنو تبي قبال هذه الخطبة؟ يعني كأنه عنوان المهر. اخطبها إلي فما رضاك؟ فقال رضاي أن تعلمها معالم ديني. هذا رضاي، إذا تبي ترضيني أن تعلمها معالم ديني. فقال آدم لك ذلك يا رب إن شئت. فقال الله عز وجل زوجتكما فضمها إليك. الله زوجهم وقال له ضمها إليك يا آدم. فقال آدم أقبلي، يقول حق حواء، يقول له أقبلي. فقالت بل أنت أقبل، أنت أقبل إليه. ليش؟ الله عز وجل يأمر آدم، هو الذي يذهب إلى حواء، لا حواء تأتي إليه. بل ما مصادق العلة إيش كان؟ وقال له آدم أقبلي، فقالت بل أنت أقبل إليه. فأمر الله عز وجل آدم أن يقوم، يقوم إليها. وش يسوي؟ أن قوم إليها يا آدم، قوم أنت، قوم لحواء. شي يقول إمام الصادق ليش؟ شنو العلة؟ يقول ولولا ذلك، أن آدم قام لحواء، يقول ولولا ذلك لكان النساء هن يذهبن إلى الرجال حتى يخطبن على أنفسهن. هاي الحكمة من الله، أن آدم هو الذي يذهب إليها بعد أن زوجهم الله تبارك وتعالى. مو هي تذهب إليه، يقول لو كان ذلك يقول لا أصبحت المرأة هي التي تذهب إلى الرجال وتخطب لنفسها، وهذا خلاف ما يريد الله عز وجل. وهذه إشارة إلى الغيرة الإلهية للمرأة التي أودعها الله في كيان هذه المرأة، يجب أن تكون على استحياء. من صفات المرأة التي تصل إلى الكمال أن يكون عندها حياء، والحياء هذا الشيء المحبب عند الفريقين، يعني عند الرجال وعند النساء، ولكن عند النساء ينبغي أن يكون بعنوان وعناوين.
وعند الرجال أيضا بعنوان وعناوين، ولكن كل له حدوده. وهناك تفصيل وبحث خاص متعلق بحياء الرجل وحياء المرأة، الآن مو بحثنا ولا كلامنا، ولكن الله عز وجل يريد من المرأة أن تكون تمتلك هذا الحياء، هي ما تروح يؤتى إليها. إذن نرجع في المسألة، الله تبارك وتعالى هني في جانب فقهي، ثم نربط المسألة بماذا؟ في الوفاء بالعهد. الله تبارك وتعالى ايش قال حق آدم؟ قال إن رضاي أن تعلمها معالم ديني، مسألة شرعية فقهية مرتبطة بهذا بهذه الكلمة. هل نحن الرجال واجب علينا شرعا أن نعلم نساءنا الحلال والحرام والطهارة والنجاسة وغسل الحيض والاستحاضة والنفاس وما أشبه من أحكام شرعية وفقهية وآداب وأخلاق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم؟ صل على محمد وآل محمد. هل هذا واجب أم غير واجب؟ هذا سؤال يجب نحن الرجال أن نعرف تكليفنا الشرعي، واجب علينا ولا مو واجب؟ الجواب على ثلاثة، شنو؟ على ثلاثة مخارج لهذا السؤال. الأول بعنوان إذا أنت رأيت إلى زوجك أي زوجتك ترتكب الحرام وتترك واجب لا سمح الله، في مثل هذا المورد يسير عليك وجوب بأي عنوان، بأي مخرج؟ بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حالها حال أي شخص تراه في المجتمع. وإحنا تكليفنا الشرعي أمام المؤمنين والمؤمنات، أنت إذا رأيت مؤمن لا سمح الله فاسق بعمله ويجهر بفسقه أمام الملأ، أنت يجب أن تنهى عن هذا المنكر وتقول له هذا حرام لا يجوز فعله، يكون شنو؟ تكليف شرعي عليك. أو تشوف عمل فيه خير فيه سعادة تأمره بالمعروف، تقول له صل صلاة الليل فإنها فيها خير لك ولأولادك وعيالك، هي مطردة لداء أجسادكم، هي توسع أرزاقكم، هي تطيل في أعماركم، هي تنير قبوركم، وهكذا. هذا أمر شنو؟ بالمعروف. فإذا أصبح الجواب الأول لتلك المرأة التي تترك الواجب وترتكب المعاصي، يجب عليك كزوج أن تنهاها شرعا بعنوان شنو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الثانية أو المخرج الثاني ما هو؟ إن كانت هي جاهلة، حين هي مو قاعد ترتكب معاصي ولا ترك واجب، ولكن تجهل الأحكام الشرعية، شنو تكليفك؟ تكليفك من باب تعلمها، من باب شنو؟ من باب تعليم الجاهل. تعلم إنسان جاهل ما يعرف معالم دينه، أنت تعلمه من هذا الباب، من باب تعليم الجاهل. هذا المورد الثاني. المورد الثالث والمخرج الثالث ما هو؟ يدخل تحت عنوان الاستحباب. شلون؟ أنت الآن تزوجت بشابة وعشت معها، الآن أنت ما عندك علم ابتداء، ما تدري هذه مثقفة دينيا قليلة المعرفة، تعرف الآداب والأخلاق، تعرف الحلال، ما تدري، أنت شو تسوي؟ بعنوان الاستحباب في كل يوم تتطرق إليها إلى مسائل الحلال والحرام، تتطرق معها إيه مسائل الحلال والحرام والأخلاق المحمدية وأخلاق محمد وآل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فأصبح هذا العنوان الثالث عنوان الاستحباب، من دون أن تطلع على معرفتها أو عدم معرفتها. اثنين، ترتكب المحرم أو لا ترتكب، تقوم بعمل واجب أو لا تقوم، هذا بعنوان الاستحباب. أنك تتحدث مع زوجتك، تعلمها معالم الدين، تعلمها الحلال والحرام، بعنوان شنو؟ تعلمها أخلاق أهل البيت عليهم السلام. فإذا أصبحت ثلاثة مخارج لهذه المسألة، لأن الله تبارك وتعالى أمر أبونا آدم وقال رضاي في هذا الزواج شنو؟ أن تعلمها معالم دينك. وهذا الأمر يسري علينا نحن أبناء آدم وأبناء حواء، يجب علينا أن نعلم نساءنا كما علم آدم أبونا زوجته وحواء، يجب أن نعلم نساءنا. زين، الآية الشريفة شو تقول؟ وأوفوا بالعهد، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. هذه مسألة العهد أيضا يقول عنها الإمام الصادق لما سألوه لماذا أخرج الله أبونا آدم من الجنة، شنو العلة، شنو السبب؟ كان هناك عهد بين الله تبارك وتعالى وبين أبينا آدم. ما هو؟ أن يا آدم أني أفضلك على الملائكة، هذا واحد، وأني خلقتك من طين وأمرت الملائكة بالسجود لك وأمرتهم أن يحملوك. لما قبل الروح، قبل لا تلج الروح في آدم، الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يحملوا آدم ويجعلوه عند باب الجنة أو في رواية داخل الجنة. 1000 عام بعد ذلك خلق الله روح آدم، لاحظ، خلقه من طين، يقول ونفخت فيك من روحي. 2، ثم بعد ذلك يقول أمرت الملائكة أن يحملوك، ثم جعلتك خطيبا فيهم بجميع لغات العالم. كان آدم يعرف لغات العالم كلها، لغات الخلق كلها كان يعرفها آدم. يقول وبعد ذلك إني أفضلك على الملائكة، يقول إني أفضلك على الملائكة، ولكن هذا عهد بيني وبينك. عهد، شنو العهد؟ لقد خلقت لك جنة تسكنها أنت وزوجك يا آدم، ولكن هناك شجرة اسمها شجرة الخلد، لا تقرب إليها، فهذا عهد بيني وبينك. آدم أخذ على نفسه العهد والميثاق أمام الله عز وجل أن لا يقرب هذه الشجرة. قبل أن يدخله الجنة كشف له وعن زوجته حواء، كشف له وأراه الشيطان اللعين إبليس، قال يا آدم هذا عدوك، إياك أن تتبعه، هذا عدوك يا آدم، هذا عدوك يا حواء. فأراه الله وجه اللعين منه إبليس، حتى الآن إتمام الحجة، لأن آدم عدوه الواقعي هو الشيطان. لما أمر الله إبليس بالسجود أبى واستكبر، فأصبح عدو البشرية من ذاك اليوم. إنزين، لاحظ، تقول الرواية فجاءت الملائكة تزف آدم وحواء إلى الجنة، آدم على حصانه وحواء على ناقتها، يقولون الصادق، ولكن حصان الجنة وناقة الجنة تختلف، حتى أوصلوهم في داخل الجنة، وإذا بآدم يرى سريرا فيه 700 قائمة لهذا السرير، وعليه من الفرش من الديباج الأخضر تصفه الرواية وصفا، وتحت هذا السرير من أرض الجنة من الزعفران كثمانها شنو؟
زعفران ومسك وعنبر. آدم لما رأى الجنة تعجب من خلق الله تبارك وتعالى، وأنهار وأشجار. آدم استر سرورا عظيما، قال إلهي هذه الجنة لي؟ قال بلى لك يا آدم، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلوا منها واشربوا واستانسوا، ولكن هاي شجرة دير بالك يا آدم، هذا عهد بيني وبينك. فآدم يقول الإمام الصادق كان يقول ويقر لله، ولكن ما كان في كلامه عندما يقول إلهي بقوتك وبعونك، يقول يعني الإمام كأنما الإمام يشير إلى أن لما الإنسان يريد أن يصنع شيء عليه أن يطلب هذا الشيء، يقول بحول الله وقوته مثلا، إذا شاء الله بقدرتك، يقول كان يجيب، ولكن ما كان يذكر آدم المدد من الله ويطلب من الله في نفس الوقت. هذا الشيء أثر على آدم في البشر. فيقول فلما دخل الجنة وأرته الملائكة ما في الجنة من نعيم حتى طاف الجنة بأجمعها، ثم جلس هو مع حواء على السرير 500 عام من سنين الدنيا. آدم مع زوجته حواء، مع زوجته حواء. تقول الرواية في الجنة معهم منه، معهم يوم الصالح كان هناك الطير وهو طاووس، والحية ها كانت موجودة في الجنة. الطاووس شنو وظيفته؟ كان يسبح الله بصوت يستأنس به آدم وحواء. والحية شنو وظيفتها في الجنة؟ كانت محدثة حواء، تسليها، تأتي بحديث وكلام يسليها وذكر لله عز وجل. شنو صار؟ تقول الرواية الإمام الصادق فخرج الطاووس من الجنة، إبليس عليه اللعنة سوى لما أسكن الله آدم وحواء الجنة. الله نادى نداء، أوحى إلى ملك من الملائكة أن ينادي بين السماوات، شنو؟ يا ملائكتي إني أسكنت الجنة عبدي آدم وأمتي حواء، وأمرتهم بأن يأكلوا ويشربوا وأن ينتهوا ويبتعدوا عن شجرة الخلد. لما يقول أبو الصادق لما سمع إبليس هذه الكلمة استبشر. ليش؟ يبي ينتبه من آدم أن أصابته اللعنة والطرد من الرحمة الإلهية بسبب منه، بسبب عدم سجوده لآدم. فتقول الرواية عن إمام الصادق فاستبشر إبليس، فرح، فرح كبير لما سمع عنده. ليش؟ الآن كيده وخططه جاءت في خاطره، ايش بيسوي؟ شلون سيقوي أبينا آدم وأمنا حواء؟ شلون سيذهب إلى إغوائهما؟ فجاء بطرق من السماوات، بطرق خفية، حتى وصل إلى باب الجنة. هاي تفصيل بدقة عن الإمام الصادق عليه السلام، شو ينقل الأحداث شو جرت حادثة بحادثة. يقول فلما وقف عند باب الجنة فنظر فوجد الطاووس قد خرج منها، طاووس يدخل ويخرج. فقال له أيها الطائر الجميل من أنت؟ وما هو اسمك؟ شوف إبليس شلون يستدرج خلق الله. أيها الطائر الجميل من أنت وما هو اسمك؟ قال له أنا طاووس الجنة. قال ومن أنت؟ طاووس يسأل من إبليس، قال ومن أنت أيها العبد؟ أراك مذعورا. قال أنا ملك من الملائكة الكروبيين. شوف يكذب في ذاك العالم، يقول الإمام صالح قال أنا ملك من الملائكة الكروبيين، فلم أفتر أم يعني فلم أبقى لحظة واحدة من تسبيح الله وتقديسه، لم أنفتر لحظة واحدة، ولكن جئت حتى أنظر إلى هذه الجنة التي
جاء النداء عنها: أريد منك يا طاووس الجنة أمر في قبال أمر سأعلمه لك. قال: ماذا؟ قال: أعلمك ثلاثة كلمات. والآن هو متصور هذا ملك الطاووس، يتصور أن إبليس ملك من الملائكة. قال: أعلمك ثلاث كلمات، لأنه يتشكل بصور، أعلمك ثلاثة كلمات إذا قلتهم يقول تبقى خالدا لا تموت، لا يصيبك المرض، لا يصيبك الألم، هكذا بثلاثة كلمات. قال: كيف وإن الملائكة يموتون أيها العبد؟ قال: لا لا. فقسم له أنه إذا قال هذه الكلمات لا يموت. الطاووس يقول: ما مصر؟ قال: ما أحوجني إلى هذه الكلمات، علمني إياها. قال: لا لا أعلمك إياها إلا أن تدخلني إلى الجنة معك. قال: كيف أدخلك إلى الجنة؟ فإذا وصلنا عند باب الجنة وأوقفني رضوان خازن الجنة، قال لي: من هذا معك؟ شنو أجاوبه؟ ممنوع أن تدخل أنت الجنة أيها الملك. فقال له: إذن هناك حية داخل الجنة سأخبرها تخرج إليك وتعلمها الكلمات وهي التي تدخلك. أنا لا أستطيع أن أدخلك إلى الجنة. فدخل الطاووس يقول إمام الصادق إلى الجنة، فذهب إلى الحية وأخبرها أن هناك ملك يقول إذا قلنا ثلاثة كلمات لا نموت ولا نمرض ولا يصيبنا ألم. اذهبي إليه فإني عاهدته أن أبعثك إليه حتى تدخلي إلى الجنة. فخرجت الحية فوجدت إبليس بصورة ملك يعني، فقالت: يا عبد الله أنت منتظر الدخول؟ قال: بلى، ولكن لا أعلمك الكلمات حتى تدخليني. قالت: وكيف أعلمك وكيف أدخلك ورضوان خازن الجنة ورضوان خازن الجنة موجود؟ قال: لا عليك، أن بين أنيابك فجوة. إمام صار يقول، قال لها هكذا اللعين: أن بين أنيابك فجوة، أنا أجلس بينهم ثم ادخلي. قالت: إذا سألني رضوان خازن الجنة سؤال في طريقي للدخول، إن أجب فتحت فمي كشف أمرك وعرف أنك موجود. قال: لا عليك، أنا عندي من الكلمات التي تحجب رضوان خازن الجنة من أن يراك أو يسألك. تصور إبليس العين كان عنده علم، ما كان إنسان عادي، ما كان عفوا خلق عادي، كان صحيح شيطان، ولكن من شدة عبادته كان يسجد سجدة واحدة لله مقداره 500 عام في ذاك العالم، حتى تصورت الملائكة أنه ملك من الملائكة، لأنه من كثرة العبادة تزين وزينه الله بلباس الملائكة، فالملائكة تصورت أنه ملك، وكان يسمى طاووس الملائكة قبل أن يعصي ربه في سجوده لآدم. فكان عنده علم، كان عنده اطلاع في ذاك العالم. فما إن جلس بين نابي الحية وإذا بالحية أصابها شنو؟ تقول الرواية: وقع فيها السم والمرارة. وإلا قبل هذا ما كانت الحية فيها سم، منذ أن جلس الشيطان الرجيم بين نابيها. فجاءت ومرت أمام رضوان خازن الجنة فلم يكلمها إلى أن دخل الجنة عن طريق فم الحية. اسمع الرواية تقول: ثم قالت له: أيها الملك، الآن أخرج هذه الجنة، أوصلتك وعلمني الكلمات الثلاث. قال لها: لا أخرج من فمك، أنا غايتي من دخولي إلى الجنة آدم وحواء، أريد أن أنظر إليهما، هذا الخلق الذي خلقهم الله وأعطاهم هذه الجنة، أبي أشوف آدم وحواء، ورينيهم، وسأتكلم به معهما من خلال فمك، ما أخرج. قالت: وكيف؟ قال: هكذا، وإلا لا أعلمك الكلمات، لا أعلمك الكلمات الثلاث. يقول الإمام الصادق عليه السلام.
ثم بعد ذلك تقول الرواية فقالت له إذن أذهب إلى حواء لأني محدثة حواء. فذهبت إلى حواء فقالت لها حواء أين أنت أيتها الحية؟ تأخرت هذا اليوم في الحديث معي. فنطقت، ولكن من الذي يتكلم؟ إبليس اللعين. قال لها يا حواء ألم يطرأ على خاطرك يوما لماذا الله منعك أنت وزوجك آدم من أكل من هذه الشجرة؟ أن تقرب هذه الشجرة الخلد؟ ليش؟ قالت لا أعلم، الله أعلم، ما أدري. قال أتعلمين ما هو السبب؟ أنا أعلم. قالت أصحيح أيتها الحية تعلمين السبب؟ قولي. قالت إنه إذا أكلت من هذه الشجرة ستخلدين، لا تموتين، ولا يصيبك مرض، ولا يصيبك ألم. قالت إذن هذا أمر جميل، واعلمي، شوف الشيطان شوف شوف، قال واعلمي يا حواء أن الله قد خلق خلق قبلك وأمر الملائكة بالسجود لهم وأدخلهم هذه الجنة، هذه الجنة. ثم جاء ملك من الملائكة ونصح هذا الخلق الذي مثلكم فأكل من الشجرة، والآن موجود هذا الخلق موجود وين؟ عند شجرة الخلد خالد أكثر من 1000 عام لم يموت، والألف اليوم كألف سنة مما تعدون في ذاك العالم. تقول الرواية فقالت حواء إذن أرني، خليني أية الحية، دعيني أرى هذا الخلق الذي خلقه الله والآن حتى هذه الساعة هو يعيش في الجنة. فقال الآن دعني. تقول الرواية وإذا بإبليس قفز من بين نابي الحية إلى شجرة الخلد تحت وتمثل بصورة بشر. فنظرت حواء قالت أيها العبد من أنت؟ قال لها أنا عبد وخلق خلقني الله. قال وحتى هذه الساعة لم تموت؟ قال بلى، أكلت من هذه الشجر وشجرة الخلد التي إذا أكلها الإنسان لا يموت، فكلي منها، أنا ميت، لا أنا حي، أنا باقي، لا أموت. حواء سمعت هذه الكلمة، يقول من الصادق، فقطفت من تلك الشجرة سنبلتين فتناولت واحدة وأخذت واحدة أخرى ضمتها إليها، وأخذت 5 لمن؟ لآدم أبي البشر. وذهبت إلى آدم وقصت له القصة، وأن هذه الحية أخبرته بما جرى ورأيت كذا وكذا يا آدم. تقول رواية فأخذ آدم نسى العهد، هنا أنساه الشيطان، نسى العهد، فأكل من هذه السنبلة حبة واحدة، يقول الإمام الصادق. ثم ينقل لنا عن رسول الله، يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما إن أكل حبة واحدة وإذا بالتاج الذي على رأس آدم قد طار، وسقطت الخواتم التي في يده، خواتم الجنة وتاج الجنة، وبعد وتعرى آدم وذهب السرير واضمحل وذهب الكثبان وجمال الجنة يتلاشى شيئا فشيئا، وجرى ذلك على حواء فرأى أنفسهما من دون ستار، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، من وين؟ من شجرة التين. فأخذ آدم وحواء يسترا بدنهما من تلك الشجرة، فسلب الله تبارك وتعالى منهما الخير الكثير والسعادة التي أعدها لهم. لماذا؟ لأنهما لم يفيا بالعهد وأوفوا بالعهد.
إن العهد كان مسؤولا. هذه المسألة التي جرت في ذاك العالم غيرت وبدلت حياة آدم أبي البشر من سعادة ونعيم في الجنة بسبب عدم وفائه بالعهد، كما تقول الرواية قد عاهده الله وعاهد الله تبارك وتعالى أن لا يأكل ولكن أكل، فأنزله الله إلى الأرض. لما أنزله إلى الأرض آدم رأى الحسرة في قلبه، أين الجنة وأين الأرض؟ رأى تراب، حصى، حجارة، رمل، ها؟ فأنشأ بيتا من الشعر يدل على حزنه. ايش قال آدم؟ أول من أنشأ الشعر هو أبونا آدم. تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقلت بشاشة الوجه المليح. فأصابه الحزن والكدر والهم والغم بسبب ماذا؟ بسبب عدم وفائه بالعهد. فلذا العهد مسألة في غاية الأهمية. إذا عاهدت إنسانا عليك أن تفي بعهدك. إذا عاهدت الله في عبادة ما إياك أن تتركها، لأنه ترك العهد وعدم الوفاء بالعهد يسبب نقمة للإنسان والعياذ بالله، ويسبب شقاوة ويسبب تعاسة. فليكن الإنسان حذرا من إذا عاهد الناس، إذا عاهد العباد، إذا عاهد محمدا وآل محمد. صل على محمد وآل محمد، كما صنعوا أهل الكوفة، عاهدوا الحسين ولكن غدروا بأبي عبد الله الحسين، خلوه لوحده غريب بأبي وأمي. هذا عدم الوفاء جر عليهم التعاسة واللعنة من سنة 61 للهجرة إلى هذا اليوم يلعنون. اللهم لذا يستحب في يوم عاشوراء، يستحب أن الإنسان يلعن قاتل الحسين، يقول اللهم العن قتلة الحسين عليه السلام. هذا ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام. يستحب قتل منه، لعن قاتل الحسين عليه السلام. فلذلك هذه الخيانة وعدم الوفاء بالعهد لأهل الكوفة، مو كلهم ترى، حبيب مضار كان من أهل الكوفة ولكن كان شيخ الأنصار سلام الله عليه، مسلم ابن عوسجة كان في الكوفة، وغيرهم وغيرهم وفوا بعهودهم، ولكن كشبث ابن ربعي وحجار ابن أبجر وغيرهم من هؤلاء الفسقة الذين عاهدوا وكتبوا للإمام الحسين ولم يلتزموا بعهدهم، حلت عليهم النقمة واللعنة من سنة 61 للهجرة إلى هذا اليوم. شيعة أمير المؤمنين يلعنونهم، وملائكة السماء تلعنهم، وكل مخلص ومحب لمحمد وآل محمد يلعن قاتل الحسين عليه السلام. صل على محمد وآل محمد، لأن رسول الله لعنهم بأبي وأمي، لعن قتلة الحسين عليه السلام، ودعا عليهم بحيث لا ينالوا شفاعته رسول الله في يوم القيامة. ولذلك ماذا صنعوا بأبي عبد الله الحسين بعدم وفائهم للعهد؟ تركوه وحيدا فريدا في كربلاء بلا ناصر ولا معين، ينادي ألا من ذاب يذب عن حرمي رسول الله، ألا من معين يعيننا
ماكو جواب لأبي عبد الله، لم يرى جوابا، لم يسمع جوابا، حتى صرع الحسين في كربلاء غريبا. أين المنادي وإماما وحسينا ومظلوما؟ يا تقول الرواية عمر بن سعد عليه اللعنة بعد أن قتل الحسين هو وجيشه اللعين بقوا في كربلاء في يوم عاشوراء إلى أن جاء يوم الحادي عشر عند الزوال، فقاموا للرحيل إلى الكوفة، فجاءوا بنياق عجاف، بنياق عزل بلا هودج، وجعلنهن وجعلنا النياق نحو بنات رسول الله ويقولن هيا اركبن إلى النياق. فصاحت الحوراء زينب لعنك الله يا عمر بن سعد، أتركب بنات رسول الله؟ تنحى عنهم فهن يركبن بعضهن بعضا. فتقول الرواية فصاحت الحوراء يا ليلى قومي واركبي، يا رب قومي واركبي، يا رملة. وجعلت تناديهم بأسمائهم، وكانوا 82 ما بين طفلتين، ما بين طفل وامرأة. ساعد الله قلبك يا زينب، كانت تركب النساء هي وأختها أم كلثوم إلى أن بقيت هي وأم كلثوم. قالت له يلا أخي أم كلثوم قومي قومي حتى أركبك على الناقة. قالت وأنت سيدتي؟ قالت أنا أمضي الذي أخرجني من المدينة، أنا أخوي العباس هو اللي جابني، هو اللي ركبني على الناقة، هو الذي يركبني. صاح صاح الإمام زين العابدين، عم زينب لقد قطعت نياط قلبي وزدتني كرب فوق كربي. أخي عم زينب قومي حتى أركبك على الناقة. قالت إذا أنت أركبتني يا مولاي من الذي يركبك على الناقة وأنت عليل؟ قال لها لا عليك دعيني أنا والقوم. تقول الرواية فقام الإمام زين العابدين يتكئ على عصا يرتعد من المرض، يرتعش من المرض، حتى جاء نحو الناقة وأثنى ركبته وقال عم زينب اركبي يا نور عيني. وضعت الحوراء رجلها على ركبة الإمام المعصوم. وزينب وسيدتا، أي جلال قدر لزينب. آه آه يا زينب، آه لوجدك يا زينب، أويلي أويلي. تقول الرواية فما إن صعدت الحوراء حتى سقط الإمام على وجهه على أرض كربلاء كربلاء. فلما رأى الشمر اللعين جاء بصوته جعل يضرب الإمام. أين المنادي؟
عليك سيدي يا مولاي يا زين العابدين. فأخذوه وحملوه وربطوه بالحبال في بطن الناقة. تقول الرواية تحركت القافلة وإذا باللعين عمر بن سعد يقول مروا بهن على القتلى حتى يتألمن بفراقهن وينظرن إلى أجسادهن. زينب سلام الله عليها تقول الرواية لما مروا بها عند جسد أبي عبد الله همت بأن ترمي بنفسها. ودعتك الله يا جسد حامي الضعينة ساقوا مطايان العدا قوة مشل. ودعتك الله عنك يا نور العين سافرت بيتامي يا مقطع الأوصال لو يحصل على هواي. أنا ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة. في رواية تقول ان زينب القت بنفسها من على الناقة واعتنقت جسد اخيها الحسين وجعلت تقبله وتشبه وتودعه. ويتقول اخي لو خيرت بالبقاء عندك او الرحيل والله والله تقسم اقول والله لاخترت البقاء ولو أن السباع تأكل لحمي. ولكن ماذا أصنع يا أبا عبد الله؟ كلفتني بمسؤولية الأطفال، بمسؤولية الأيتام، بمسؤولية الأرامل. ولكن ودعت أشيالتنا قالت بيت حرقت قلب الحسين وقلبه مجروح وقلبه في سم ذو ثلاث شعر قالتنا زينب خويا زبرتي وصعبة وطويلة خويا زبرتي صعبة وطويلة. سبي سبي ها يعني السبي يا زينب ساعد الله قلبك صبرتي صعبة وطويلة. يا حجاب صوني ما تحجب غيرك يا ابو عبد الله. يا حجاب صوني ناقتي عاجفة وهزيل زينب بالله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. نقرأ الآية الشريفة لقضاء الحوائج بهذه الدموع. الشيخ حبيب الكاظمي حفظه الله نزل مقالة ذاك اليوم بالواتساب هكذا ينصح يقول دموعك لا تمسحها بالكليكس، خذ
امسحها بيديك وادعو الله بدموع الحسين، يعني الدموع التي سكبت على الحسين فإنها مقدسة لا ترد. هذه الأيدي إن شاء الله تعالى نأخذ برأي العلماء برأي أهل الخبرة، فنتوجه إلى الله عز وجل بدموع الحسين عليه السلام لقضاء الحوائج. نقرأ الآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمين الحسين وبحب الأئمة من ذرية الحسين، عجل ثم قرب في ظهور مولانا صاحب الزمان. اللهم شافي به مرضانا، اللهم ارحم به موتانا، اللهم عافي به أحيانا، اللهم سلم به ديننا ودنيانا، اللهم تقبل به أعمالنا. فقط إشارة واحدة راحت من بالي في أثناء المجلس في روايات عن أئمة البيت بخصوص أبينا آدم عليه السلام أنه أكل من تلك الشجرة. صحيح هو خالف العهد، ولكن شنو كان في تصوره؟ أنه يبقى خالدا لكي يعبد الله عز وجل يعني إلى الأبد. هذا مو كان غايته انه ان يعيش ويتمتع، لا، لكي يعبد الله عز وجل. فبهذا الامر ترك الاولى، ترك شنو الاولى؟ يجب ان يكون يلتزم بهذا العهد والميثاق الذي بينه وبين الله، ولو كان غايته شنو لعبادة الله ان يعيش ويبقى لا يموت مخلدا. هذه بس كانت نهاية الكلمة راحت من بالي، ما قلت الآن تذكرتها حتى نكمل الموضوع، أنه ترك الأولى وأكله من الشجرة بعد أن رأى القسم ورأى ما رأى أنه لكي يعيش خالدا يعبد الله عز وجل. صلى على محمد وآل محمد. تقبل اللهم عمل المؤسسين العجب علي حفظه الله، احفظ اخواني المؤمنين اخواتي المؤمنات، اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين بحرمة محمد واله الطاهرين واهلك الارهابيين والدواعش اجمعين في مشارق الارض ومغاربها، وطهر البلاد منهم يا كريم يا كريم يا كريم بحرمة محمد واله الطاهرين، وبلغ اللهم ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على ولاية امير المؤمنين. الفاتحة مع الصلوات.